للمزيد من التحليل أيضا والتوضيح مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم، أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بحضرتك فندم. دكتور عبد المنعم، علاقات استراتيجية تربط ما بين مصر وجيبوتي بدأت من العام 1977، لكن في السنوات الأخيرة منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، واتسمت العلاقات بمزيد من التطور، واتسمت العلاقات بمزيد من البناء والشراكات الاستراتيجية والشراكات المختلفة والمتنوعة. برأي حضرتك كيف تم البناء على هذه العلاقات وتطورها بهذا الشكل إلى أن وصلنا ل يعني ربما تطابق في الكثير من القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية وأيضا التطور والتنمية ما بين مصر وجيبوتي؟ بلا شك ان العلاقات المصريه الجيبوتيه علاقات قويه ومتينه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ويمكن الزخم في هذه العلاقات وتوضيطها بشكل كبير يمكن خلال الخمس سنوات الماضيه، وتوج هذا الموضوع بان برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي عام 2019 كان هناك مزيد من التعاون الاقتصادي. ويمكن الارقام يعني لا تكذب عندما نقول أن التطور في التبادل التجاري ما بين مصر وجيبوتي اللي زاد من حوالي 38 مليون دولار إلى النهاردة بيصل في عام 2021 إلى أكثر من 86 مليون دولار، حجم صادرات مصرية إلى دولة جيبوتي وأيضا حجم واردات من جيبوتي زاد في حدود أكثر من 7.8 مليون دولار، في حين أنه كان لا يزيد عن 2 مليون دولار. فإذا هناك علاقات وتبادل تجاري زاد بشكل كبير، كذلك حجم الاستثمارات المصرية داخل جيبوتي زاد خلال الثلاث سنوات الماضية بشكل كبير. هناك استثمارات مصرية بدأت تتوغل أو بدأت تزيد في الدولة الجيبوتية. جيبوتي لمن لا يعلم هي نقطة التقاء أو نقطة يعني سيطرة هيمنة على مضيق باب المندب، على أيضا على البحر، نهاية البحر الأحمر. فأعتقد وجود الخدمات اللوجستية واللي بتسعى مصر فيها أن يكون هناك عدة اتفاقيات لدعم هذه الخدمات اللوجستية بحيث يكون هناك سيطرة هيمنة مصرية أيضا على ما بين على ممر البحر الأحمر سواء كان من قناة السويس أو من دولة جيبوتي، فيكون هناك يعني استقرار للوضع الملاحي داخل منطقة قناة السويس. نحن نعلم إذا حصل مشكلة في مضيق باب المندب فده معناه يعني أن هناك توقف لحركة الملاحة داخل قناة السويس، وبالتالي فإن الاهتمام بدولة زي جيبوتي وعلاقات سياسية واقتصادية قوية بين البلدين أعتقد يعني هتجعل للدولة المصرية استقرار واقتصاد يعني قوي داخل منطقة قناة السويس. طيب دكتور عبد المنعم، في هذا الإطار بالتحديد تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجانب المصري والجانب الجيبوتي حول إنشاء منطقة لوجستية في جيبوتي، وقعتها عن الجانب المصري الوزيرة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، وأيضا السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي. إنشاء منطقة لوجستية، ما الذي يمثله إلى مصر في هذا الظرف وفي هذا الوقت الراهن وفي التخديم على قضاياها وعلى أفكار الدولة المصرية؟ هو اولا تم توقيع عده اتفاقيات يمكن من بينها واعتقد انها من اهم اتفاقيات هذه واحده من هذه المذكرات صحيح. نعم تمام، مذكره التفاهم او الاتفاقيه اللي تمت في انشاء منطقه لوجستيه. الاساس ان هناك السفن التي تمر بمنطقه قناه السويس وبممر قناه السويس وايضا بالبحر الاحمر لابد من توفر خدمات لوجستيه لها سواء كان في منطقه قناه السويس او في منطقة هادية زي جيبوتي، لأنه عندما نتحدث عن مضيق باب المندب هنجد أنه اليمن النهاردة في إشكالية كبيرة لديها، في اضطرابات سياسية واقتصادية موجودة لديها، فإذا العنصر الآمن لهذه المنطقة هي منطقة جيبوتي. إقامة منطقة لوجستية بلا شك أنها هيخدم المصالح المصرية وأيضا المصالح الجيبوتية من خلال زيادة حجم السفن التي تمر بالبحر الأحمر.